الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي يا عباس، اتفضل اتفضل. سامعني؟ سامعك، اتفضل. اهلا وسهلا. حضرتك حطيت الآية وقرأتها على الإطلاق، بمعنى وضعت آية هي أصلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنيت عليها إشارة للأئمة عليهم السلام في كل العهود والقرون. هذا الشيء اللي غير قابل للواقع أصلا. يعني إذا رجعنا للآية التي قبلها والآية التي بعدها، سيتضح الأمر بأنها تتكلم عن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوعد خاص وليس عام. ماشي، هذا أول. بص حضرتك، أنا عندي حاجة حلوة. ممكن تقرأ لي الآية اللي قبلها وبعديها؟ طيب معلش. طبعا ايوه اكيد طبعا، ما فيش مشكله، وانا هقرا معاك ان شاء الله. اتفضل. بس حضرتك خليك، بس يعني انا يعني اللي نفسي في حاجه، ان احنا خلينا ملتزمين طبعًا بالقواعد اللي حضرتك قلتها دلوقتي. ايه 55، هنروح للايه 54. عفوا انقطع الصوت. خلينا ايه 55 هنروح للايه 54 زي ما حضرتك تفضلت. ارجع للايه 53 لو سمحت. الايه 53 اتفضل معاك، والمشاهد معايا. اتفضل اقرأ. اتفضل اقرأ اللي انت، ده قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم إن أمرتهم أيمانهم يقولون. نعم. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. جميل، أمر واضح. أيوة بقى اقرأ الآية اللي بعديها 55. أمر واضح. أيوة اقرأ بقى الآية 55 يلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. جميل. كما استخلف الذين قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعم. كذلك فأولئك هم الفاسقون. خلينا نمشي معاك. خلاص. حضرتك أنت قلت أن هذه الآية خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ صح ولا مش صح؟ نعم، الآية هي خاصة، طبعا خاصة لأنها تقول. طيب ماشي ماشي ماشي، وقلت منكم، اسمعني، وقلت منكم أي طبعًا. منكم أنتم كصحابة، صح؟ أصحاب رسول الله. جميل قوي، صح كده. ووعد الله عز وجل نافذ ولا مو نافذ؟ نفذ الوعد، فتحوا مكة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني الآية تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عن الصحابة، الرسول مع صحابته. جميل قوي. طيب مين بقى اللي مكن الله عز وجل لهم الدين؟ يا شيخ الصوت مش واضح، عم بيروح. من الذي مكن الله عز وجل لهم الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عفوا الصوت يروح ويرجع لو سمحت، أعد السؤال. من الذي مكن لهم من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغفر الله العظيم. الصوت، لا أنا سامعك كويس والله. لو سمحت أعد السؤال بعد إذن. من الذي مكن لهم من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدي أعاود الاتصال لو سمحت. أعاود الاتصال. نعاود الاتصال، ما فيش مشكلة، نعاود يا عم. الو تفضل. انا اسف يا شيخ، بعد اذنك تفضل اعد السؤال لو سمحت. من من الصحابه الذين مكن الله لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. من هم؟ اصحاب رسول الله. من هم؟ الو. ايوه يا شيخ، من أصحاب هم؟ رسول الله. من هم؟ كثر. كلهم أصحاب الرسول يوم الفتح، كلهم آلاف مؤلفة. طيب يعني ربنا، بص اسمعني بقى، اسمعني واحدة واحدة. إذن أنت تشهد بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
في فتح مكة وبعد فتح مكة بأنهم من الصالحين من المؤمنين، صح؟ ألو، صوت بقيطة، ما عندك صوت يا عود الاتصال. اتصل بي أنا، اتصل بي أنا، أنا اللي بتصل بيه دلوقتي. ما هو ورط نفسه، قال لك لو أن الآية هذه خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابة، وهؤلاء الصحابة آمنوا وعملوا الصالحات، فمن هم؟ وبعدين يعني ده فتح مكة يعني في أواخر، خلاص بقى. ألو اتفضل. ألو أستاذ علي. ايوه اتفضل يا شيخ. عفوا انا يا استاذ علي، متى كان فتح مكه يا استاذ علي؟ يا استاذ علي اسمعني بس، متى كان فتح مكه يا استاذ علي؟ ممكن افضل على القدوم. استاذ علي سامعني؟ نعم نعم. متى كان فتح مكه؟ اليس في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام سليم صحيح. جميل قوي. اذا هذه الايه تتكلم على ان مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس منكم آمنوا وعملوا الصالحات، والله عز وجل استخلفهم في الأرض وارتضى لهم الدين. فمن هؤلاء الصحابة الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله عز وجل استخلفهم في الأرض ومكن لهم الدين؟ أنا سامع صوتي برد أصلا من عنده. ايوه صوتك طلع الان، صوتك طلع. على العموم انا اعتقد انه ما راح نقدر نتكلم لانه الوقت سيء جدا، ما مش للاسف يعني بدي احاول. لما يبقى عندك صوت كويس وتعرف مين هم الصحابه. انت قلت لي اسمك ايه؟ عباس. اسمك عباس ايه؟ الصالح. الصالح ايه؟ العائلة الصالح. اسم العائلة الصالح. انت من العراق يا عباس؟ لا لا لا، عم بكلمك من اوروبا. من اوروبا؟ انا بفكرك من العراق. لا 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 لا. لا انا فكرت من اوروبا، من نواحي اوروبا اليمينيه ولا اليساريه؟ يساريه. بحسبك من اليمينيه. بقى عندك صوت دلوقتي بتسمعني كويس. طب شكرا ليك يا عباس. الحمد لله انا سامعك كويس. اتفضل. شكرا ليك يا عباس، شكرا. الله المستعان. ايش وقع نعمل له ايه؟ هو اللي بيقع نعمل له ايه؟ الو اتفضل. الو اتفضل. معاك عباس مرة أخرى يا شيخ. عباس؟ نعم. اتفضل يا عباس. اتفضل يا حبيبي، نكمل مع بعض لو سمحت. اتفضل، اشرح لنا الآية يا عباس. معايا يا عباس؟ نكمل مع بعض لو سمحت. طيب معايا، اتفضل. طيب يا عزيزي، اذا احنا قلنا انه فتح مكه حصل، وان هذه الايه نزلت خصوصا في اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الذين كانوا في خوف شديد في اول البعث. اصلا هذه الايه بحد ذاتها يا عزيزي هي وعد من الله للمؤمنين قبل فتح مكه. فأراد الله أن ينصر، كان في ضعف شديد وفي خوف شديد الرسول ومن معه. عباس، وبعد الخوف يا عباس، هذه الآية، وبعد الخوف يا عباس الله عز وجل وعده، وبعد ما وعده نفذ وعده. الله عز وجل مكن الرسول، والله عز وجل أنفذ ذلك الوعد أم لا؟ الرسول وأصحابه. عباس أنت بتقرا منين يا عباس؟ عباس أنت بتقرا منين؟ خليك بس معي. الله عز وجل أنفذ وعده أم لا؟ تكلم. الله عز وجل أنفذ وعده أم لا؟ نعم، حقق وعده. الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل أنفذ وعده بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أنفذ وعده مع النبي، نعم، بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صح؟ نعم. جميل أوي، الحمد لله. من هؤلاء الصحابة الذين هم بنص الآية آمنوا وعملوا الصالحات، ففتح الله عز وجل لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومكن لهم دينهم؟ لا تأخذنا إلى مطاف آخر.
لا تأخذنا إلى مطاف آخر. لا هو نفس المطاف، هو نفس المطاف، هو نفس المطاف. أنت قد هو نفس المطاف. الله هو تحقق الوعد. انتهى الآن الوعد تحقق. خلاص الوعد تحقق. يعني هذه الآية اسمعني بس. اسمعني اسمعني اسمعني. الوعد تحقق. الوعد تحقق بفتح مكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتحها وحده. أديني ماشي معاك. بل فتحها مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ عباس رجع ما عنده الصوت تاني. لم أسمع للأسف. طيب يا عباس لما تسمع بقى تعالى. شكرا لك عباس. كل ما يتزنق في السؤال يقول لك مش ما بسمعش ما بسمعش لم أسمع. ولما تسأله أنت فين وساكن فين وأوروبا الشمالية ولا الغربية ولا التحتية ولا الفوقية يسمع ويبقى زي الفل. لما تبقى تسمع وبعدين أنت في أوروبا إزاي ما بتسمعش يعني؟ ده اللي موجودين في العراق سمعني. ازاي انت في اوروبا وما بتسمعش؟ ازاي في اوروبا والانترنت عندك ضعيف؟ غريبة دي صح؟ او يمكن انت بتسمع بقى اللي انت عايز تسمعه. المستعان. عباس. نعم. عباس لو سمحت افهمني بس. افهمني. افهمني. دلوقتي وعد الله عز وجل نفذ. بفتح مكة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة وحده بل فتحها ومعه الصحابة. وفتح مكة كان من آخر ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ما فيش في فائدة هذا التليجرام. إذن هناك صحابة فتحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وهؤلاء نعم. الصحابة آمنوا وعملوا الصالحات. فمن هؤلاء الذين ارتضى الله عز وجل لهم الدين؟ نعم هم آلاف المؤلفة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بس كده وده اللي أنا عايز أوصله. أنا عايز أوصله. يبقى هذه الآية هذه الآية هذه الآية اسمعني بس هذه الآية تدل بكلامك وبتفسيرك وتحاربوا فيما بينهم. يا عم اسمعني بس اسمعني بس اسمعني اسمعني ما تلوش ما تغلوش. يبقى إذا خلينا نمشي خطوة خطوة. إذا هذه الآية حقيقة الدين. شكرا. مش هيسمع الشيعي. الشيعي لما تيجي تزنقه يا إما ما يسمعش يا إما يتكلم عامل زي القطر عشان أنت ما تسمعوش. إذن أنت أقررت وقلت أن هناك آلاف مع الصحابة من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه الآية تشهد لهم بالإيمان وتشهد لهم بالصلاح وتشهد لهم بدين الله عز وجل مكنه لهم وارتضاه لهم. يعني ربنا ارتضى للآلاف دي الدين. هو بقى دين مين؟ يا ترى دين الشيعة ولا دين النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دين السنة؟ إن قلت دين الشيعة الذي ارتضاه للصحابة. الله الله ارتضى للصحابة الذين آمنوا وعملوا الصالحات دين الشيعة ومنفذوش. طب كيف ارتضاه؟ مشكلة معضلة والله العظيم والله معضلة. يلا لما تبقى تسمع كويس بتعالى. ألو ألو تفضل. كيفك يا شيخ اسماعيل؟ تفضل. معك عباس لكن على الواتساب. حياك الله تفضل. كلمتك انا وانقطع الخط وانت مش بتجاوب علي. صرت حاكي معك يمكن 50 مره للاسف. حضرتك انت بيقطع الخط عندك لما بتيجي تجاوب. انا سالتك سؤال مباشر فهتجاوبني جواب مباشر لو سمحت. الان طبعا. الايه تحكي الان الايه تحكي على ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حضرتك تفضلت وقلت انها تحكي عن فتح مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة وحده بل فتحها معه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة شهدت لهم الآية بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات ومكن الله عز وجل لهم في الأرض ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فمن هؤلاء الصحابة؟ قلت حضرتك أنهم آلاف. قلت لك من هم؟ ما جاوبت. لا أنا أجاب قلت لك هم آلاف مؤلفة من الذين فتحوا مكة وبالخصوص أولئك الذين تحملوا معه في الشدة في مكة. طب الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل الآن حدثنا الله عز وجل الآن حدثنا على أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات ومكن لهم الدين. فمن حدثنا أنهم نافقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الآن مسألة النفاق ومسألة الإيمان بيد الله سبحانه وأعلم بها، والرسول قد تكتم على المنافقين. إذن كيف تقولون أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد مكن الله لهم الدين؟ نخرج من الموضوع إلى موضوع آخر كليا لا يمت للآية بصلة. من الذي قال أنه أنت الذي ألزمت نفسك بالآية؟ إذن استحمل الإلزام. هذا الرسول ورسوله في مكة أم لا؟ أجب لو سمحت. إيه ألم يصدق الله وعده بأن استخلف الرسول وأصحابه في فتح مكة أم لا؟ جميل. دون تحديد جميل. دون نعم استخلفهم، وعندنا قاعدة معروفة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عظيم. جميل قوي العبرة. لا مش عظيم، ما هو لو أن العبرة اسمعني، لو أن العبرة اسمعني أنت تريد أن تخصص الأسماء. اسمعني لو سمحت، اسمعني كلمة أو قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هترجعنا لنقطة الصفر، لأن الآية ممتدة إلى يوم القيامة. وإلا لو سألتك اسمعني مش هيسمع الشيء. لا هسمعك غصب عنك. اسمعني لو سمحت. الآن الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الآية، والآيات ممتدة إلى يوم القيامة وتنطبق على كل مشهد بنفس الكيفية، ويجب أن يطبق على مر السنين إلى أن تقوم الساعة. صحيح الكلام ده؟ هتقول لي صحيح الكلام ده وانت وافقتني عليه. إذن لابد هذه الآية، كل من آمن وعمل الصالحات وعبد الله لابد أن يمكن الله عز وجل له في الأرض بنص الآية. فهل الذين هل الأئمة عندكم آمنوا ومكن الله عز وجل لهم في الأرض أم لا؟ أم لم يعملوا الصالحات حتى يمكن لهم في الأرض والله عز وجل يرتضي لهم الدين؟ تمام، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو هناخد على سبيل المثال أن حضرتك أن بتقول أن الآية دي حصر في مكة وأنها حصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو كانت هذه الآية أيضا هي خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضاع الدين عندكم، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أئمة إلا هو. تفضل. أيوة تفضل. بعد ما قطعت صوتي ربع ساعة وأنت تتكلم الآن تقول لي تفضل. على العموم أنا أفسر الآية على حسب ما هي تقول بالنص والدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة وعد أصحابه بأن يستخلفه الله في الأرض دون تحديد أسماء ودون التركيز على اسم معين أو لفظ معين، إنما هو وعد مطلق للمؤمنين الذين صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون النصر على يد رسوله وأصحابه. جميل. أو الآن معلش واحدة واحدة. الآن حدث النصر. معلش الآن حدث النصر أم لم يحدث النصر؟ أعطينا فرصة للجواب لو سمحت. لو سمحت بس عشان الحوار ما يهرب مننا. حدث النصر أم لم يحدث النصر؟ أنت مش عارف تترك لنا مجال نتكلم، هذا الكلام خطأ. السؤال أنت ما تفهمني تقول لي كلام خطأ ولا مش كلام خطأ، ده سؤال مطروح، ما تقوليش السؤال خطأ أو الكلام خطأ. أنا سألتك سؤال، هل حدث النصر أم لم يحدث النصر؟ هنعيد الكرة تاني. نعم حدث النصر بيد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقررت أنه معه الصحابة وآلاف من الصحابة، والله حدثنا عن تلك الطائفة أنهم آمنوا وعملوا الصالحات والله عز وجل مكنهم في الأرض ورضى لهم ذلك الدين. يبقى المسألة هنا منتهية. ثم يأتي الشيعي بعد ذلك ويقول لقد ارتدوا، لقد نافقوا. وعندما أقول لهم الردة والنفاق يقول لي هذه مسألة أخرى، فأنا مش عارف أفهمك منين. تفضل. أنا أسألك سؤال، أنت في بداية الحديث أنا معك منذ البداية قلت أن هذه الآية تنفي الإمامة، والآن أنت تريد أن تثبت إيمان بعض الصحابة. يا أخي خلينا نبدأ نقف على حد معين من القول. الآية تتكلم بعموم المؤمنين، يعني إذا عندك 50 مؤمنين واثنين غير مؤمنين منافقين
الرسول يقول المنافقين ولا أن يقول المؤمنين؟ أجاوبك على النقطة دي. أنت الآن تتكلم على أن الآية تتكلم بالعموم. لا، الآية ما تتكلم بالعموم على حسب فهمك، لأنك أدخلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام، إذن الآية تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هو الإمام. فهل هذه الآية تنطبق على الأئمة عندكم وإن كان لهم أتباع مثل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين شملتهم الآية؟ الإجابة واضحة وبسيطة، بس يا رب لا أنا عندك إجابة. تفضل. أنت تريد أن تجعل الآية عامة إلى يوم يبعثون، وهذا الكلام أنت اخترعته من نفسك. أنت اخترعته من نفسك. ماشي، أنت بتقول أنت تريد أن تجعل الآية عامة إلى يوم القيامة، وأنا اللي اخترعت الكلام دوت، صحيح؟ طيب، الذين حققوا شروط الآية هذه هل من الممكن أن يكونوا مؤمنين صالحين وأن الله عز وجل يمكن لهم في الأرض مرة أخرى بعد تمكين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تفضل. اصبر اصبر، حضرتك تقول أن السنة هم قد مكنهم الله في الأرض، ولذلك لهم الحكومات ولهم السيادات، والشيعة مشردون في بقاع الأرض مطرودين وإلى آخره من هذه المعاني، وأن الأئمة ليس لهم أي قيمة ولم يصلوا إلى حكم الواو إلى آخره ولم يستخلفهم الله في الأرض. طب عندما لا، لو سمحت ما تكذب علي، أنا قلت أن نص هذه الآية لم يتحقق في ولا إيمان. لو تحقق في علي بن أبي طالب وعلى عهد علي بن أبي طالب فقد ارتضى الله عز وجل ومكنه في الأرض وارتضى له الدين، فهل الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعلي بن أبي طالب هل هو دين السنة دين الصحابة أم هناك دين آخر؟ فإن كان هناك دين آخر إذن الله عز وجل ارتضاه لعلي، أي مكنه في الأرض لعلي، فكيف الديانة الشيعية مكنت لعلي؟ وعندما نبحث في التواريخ وفي السير نرى أن علي بن أبي طالب مكن له الدين الإسلامي الذي جاء به النبي والصحابة وعلي بن أبي طالب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نقول أن هذه الآية إذا أردنا أن نطبقها على أحد الأئمة عندكم من بعد علي بن أبي طالب لا تطبق، لأن ليس هناك إمام عندكم طبقت عليه هذه الآية ولم يمكن ولم يرتض الله عز وجل له الدين. فهل هناك إمام مكن له وارتضى الله عز وجل له الدين ومكن في الأرض؟ هل تفهم ما معنى التمكين أم لا؟ تفضل. مكن الدين لمعاوية بن أبي سفيان، مكن الدين لمعاوية بن أبي سفيان وطبق هذه الآيات. اسمعني بس، مكن، اسمعني اسمعني اسمعني، مكن الدين، بص 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 اسمع، ما انت مش هتسمع. انت سألتني قلت لي هل مكن الدين لمعاوية بن أبي سفيان؟ قلت لك نعم، مكن الدين لمعاوية بن أبي سفيان، ولم يغير في كتاب الله ولم يغير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ارتضى لنا من خلاله هذا الدين، ولم يغير حرف من كتاب الله ولم يغير حرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقد غير فأتيني بالتغيير. تفضل. اسمع 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 يا رجل، اسمع، افتح قلبك، اسمع. معاوية، ألم تذكر بلسانك الشريف قبل مدة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ جميل أوي، أجاوبك. لما الحسين رضي الله عنه وأرضاه بايع وتنازل لمعاوية، هل تنازل من أجل نشر النفاق أم من أجل تمكين الدين؟ واضحة وبسيطة. عندما الحسن تنازل المعاوية، تنازل لنشر الإسلام أم لنشر الكفر؟ بسيطة. هنسمع جواب يا رب. تفضل. أجب المؤمنين، أجب. جاوبتك أهوت، جاوبتك. ألم يقتل عائشة؟ هذا هو خليفة المؤمنين الذي دخلنا في المظلوميات. طيب، هل معاوية ظالم ولا مش ظالم؟ هل معاوية معتدي ولا مش معتدي؟ هنرجع لكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لا نستزيدهم في الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا يستزيدوننا في الإيمان بالله واليوم الآخر،
وأن الرب واحد والنبي واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. يبقى إذن معاوية لم يعادي علي بن أبي طالب لشخصه، معاوية خرج من أجل الثأر من قتلة معاوية بشهادة علي بن أبي طالب، فما كان لوليد إسماعيل أن يترك شهادة علي بن أبي طالب وأن يترك فعل الحسن لفعل من؟ لفعل العباس، ألا وهو أنت. تفضل. هذا الكلام تقولونه للبهلهاء والسدج. ماشي يا سيدي، البلهاء والسجد بيقول هذا الكلام تقولوه للبلهاء والسجد. افتح معايا نهج البلاغة، وإن لم أأتي لك بكل الكلام الذي تلفظت به الآن فتفضل. وأنا سألتك سؤال لم تجاوب عنه، عندما تنازل الحسن لمعاوية هل كان لنشر الإسلام أم نشر الكفر؟ تفضل. ما هو مجدد للأسف لم أسمع صوتك. أعيد لك تاني، عندما تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية هل تنازل للحفاظ على الإسلام ونشر الإسلام أم تنازل لنشر الكفر؟ هذا السؤال تسأل، هذا السؤال أصلا طرح السؤال في غير موضع وفي غير عبرة. الإمام الحسن سموه مرة وسموه إذا كان معاوية هو من سمى الإمام الحسن. أنا ماليش دعوة بالسم، تقول لي معاوية سمى الإمام هقول لك الدليل. أنا بكلمك على أن حسن وهو حي، إحنا لسه ما رحناش للموت، يعني إحنا لحد دلوقتي ما رحناش للموت، بنكلمك وهو حي. عندما تنازل المعاوية، تنازل المعاوية لنشر الحق أم لنشر الباطل؟ إما أن يكون لنشر الحق وإما أن يكون لنشر الباطل، لا ثالث لهما. تفضل. تتشدق بأفعال معاوية، ألا تستحي على يا عم؟ ألا تستحي يا رجل؟ ألا تستحي يا رجل؟ لماذا لم يستحي الحسين الحسن رضي الله عنه وأرضاه وحارب معاوية؟ لماذا لم يستحي الحسن رضي الله عنه وأرضاه وقال أن معاوية كافر وارتحنا من معاوية؟ انتهت. شكرا. من قتل الحسن؟ دخلنا في من قتل الحسن. اتفضل اديني أن معاوية هو من قتل الحسن بسند صحيح. أكثر من كده يا إخوانا، اديني أن معاوية هو من قتل الحسن بسند صحيح. تفضل. الكريم، هذا بضع من فيض قد فعله معاوية. يا عم انت لسه بتحكي، روح يلا، روح نام يا عباس، روح نام يا ابني، وقتك خلص، السهر عليك غلط على فكرة. قالوا تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى معك عباس. تفضل. بدي أسألك يا شيخ، أنت تقول أن وعد الله قائم إلى يوم القيامة، صحيح أو في استخلاف أصحابه؟ نعم، إذا طبقت هذه الشروط فوعد الله عز وجل قائم إلى يوم القيامة. طيب ما رأيك في هذا الحديث في صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض أنه قال في معنى الحديث أن الإسلام بدأ في أحد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة أيضا كما بدأ. تفضل. طيب أنا بس هجاوبك بحاجة بسيطة جدا. أليس المهدي في آخر الزمان؟ أنت تسأل بسؤال كالعادة، يعني أنا ما نفسي أجاوب على سؤال واحد. أنت لما هتتخبط في رأسك هتقول لي الحكاية وراي، المهدي في آخر الزمان أو مش في آخر الزمان؟ أنت ما خبطت على رأسي، أنت تسألني الآن سؤال، أنا سألتك سؤال. المهدي في آخر الزمان ولا مش في آخر الزمان؟ هذا لا، أنا الآن هذا الإمام المهدي سيأتي. خلاص انت كانت كمشت وخلاص وقعت وخلاص، اتدبيت يا باشا خلاص يا باشا. المهدي في اخر الزمان ام ليس في اخر الزمان؟ نعم في اخر الزمان يا شيخ وليد. طيب المهدي سيمكن الله عز وجل له في الارض؟ نعم يا شيخ وليد. شكرا منك عم عباس. الو. شكرا منك عم عباس، بتعرف حته تانية بس تكون ناشفه.